ماستر كاسيت تسجيلات جاد أبو حسين وأشرف العناتي. واللي بحب العرسان وأبو العريس يرفع يديه فوق فوق. الله العب والعب صم الله حبيتك واخونا خشيت بدور يا غزال يا غزالي لحطك من فوق عدولي اقسم بالله مراماني لتجوز انا صموروني يا يعقوب انتي يا خالو من القلب اللي جاله
حظي بكس الرزل عيوب حظي إذا بنط بنطي ما بقدر دلبر لي سدى سبعه لانه الشباب مش معطينا مضايقين هو اللي جاي يقعد على المنصه بدي انتحر بدي انتحر بدي انتحر بدي انتحر ارخيني 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 فوق ارخيني فوق ارخيني فوق ارخيني فوق. اذا بغني الشبابي لحبي وهذا لحبابي إذا بغني الشبابي سبعة والقلب رمضة وارفع حريقة يا عريس حريقة حريقة ما شاء الله الليلة ما شاء الله يا رب يحميها من الله ما شاء الله الليلة ما شاء الله شوق قلبها شبرية لغنى الليلة دحية وين القلبها الشبرية لغنى الليلة دحية سوينا واحدة يلا يا شباب عنار 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 يا شباب الروماني الروماني تسوينا شيء جديد زي تشيلي بس مع التشيلي في خريف ها في خريف في خريف يا روماني جدادي شيء في شيء جديد وانا مش معي خبر مخيم الجلزور والان على عراسي من فوق ارفع واقبل حياتك والقول الطيب ما فاتها بيت لقينا سيبنا يا بيت لقينا سايبنا واللي صايبكم سايبنا ابو العصافير يا ابو احمد حبيبي ما تحيي خاص اذا بسمع سماعه بطرب كل الجماعه يا ماستر بحبك يا ماستر مش عارف ليش بحبك يا ماستر يا شباب يا ما تعطيش هدف أرجوك ما تعطيش هدف بزعل وأنا أرجوك يا شباب ايش الشاب هو سادق الشاب بده يوسع المنصة هو سادق مضيق الليلة قلق وبعد القلق حريقة وبعد الحريقة ابصر روح ما نروح بس انا متأكد مش رح نروح تروح؟ لا ايش الترويحة؟ ها 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 دوقي يا محلى كالبارودة شباب الدبة شباب الدبة يا بايا وقف وقف الخال دار عكي يا بايا خال دوار المنارة والكوب الشبات كلهم القدس الشريف يسعد الدين ربك يا عكي العدبي وين العدبي العدبي شو يعني شو يعني دبي الدبي يعني سنبه يعني سها طلعه دبي يساوي طلعه الجبل
الجبل الجبل يلي عجاب الرماني وطخي واشعل نيراني. واسم صف الخربي دقنك والله محبوبة. تصابك الرصاص لو ضخينا بفلاشة. أبو عجاج عشبك هوي هوي تعباني من حبك هودا. ابو العريس بدي اجوزه. انا بدي اجوزه ابو العريس. ابو العريس تجوزه. شو بقول ابو العريس تجوزه عليه الطلاق لجوزه. ها ابو العريس لازم نجوزه واللي يصير يصير. انا البلد هذه لو ما جيتش عليها مش مشكله يعني قصدي من ام العريس. بس يصير علينا طاق. بس انا مجوزك مجوزه.